معكم مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب، ضيوفنا فياض الشمري وجمال عارف من جدة. الفرق السعودية اليوم بدأت مهمتها في البطولات الخارجية، الاتفاق اليوم في كأس الاتحاد الآسيوي بالرغم من الظروف والتعثرات التي يمر فيها محليا، إلا أنه يستطاع أن يتجاوز كله ذلك. كان في شرق آسيا أمام فريق إندونيسي، الفريق الاتفاقي اليوم يتغلب على ريما الإندونيسي بهدفين، الهدف الأول كان مختلفا بالتأكيد ليحيى الشهري. لبطولة الدوري ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، صافرة البداية انطلقت أيها الأحبة، هذه أجمل وأرق تحية مني محدثكم عبدالله الغامدي للوصف والتعليق. أتمنى أن أوفق في الوصف والتعليق على هذه المباراة، وأتمنى أن يتفوق الفريق الاتفاقي أيضا في هذه المواجهة، ممثل الوطن الرابع خارجيا في البطولة الآسيوية، وكل التوفيق له في هذا اللقاء. وصلنا إلى دوري ربع النهائي، وصلنا إلى الأدوار الختامية. السبيعي طويلة وعالية، كرة بالراس تصل يوسف، ممتاز، هذه فرصة فارغاس، يا كاسيو يا أين المساندة؟ حاضرة من حسن كادش، عرضية بالراس، كرة خطيرة، ممكن باكورد، الكرة تصل إلى فارغاس، عودة قوية، متابعة، تسديدة، يحيى يحيى، الله يا جبار على يحيى، الله يا يحيى، هدف للاتفاق، تم باتفاق، تم باتفاق، الله يا انت الشرقية، الله على الفريق القادم من الساحل الشرقي إلى شرق القارة، الله يا اتفاق يحيى، الله على المرور في الأول، المرور في الثاني، في الثالث، شوارع اندونيسيا، جزر اندونيسيا، الله يا يحيى باليسرى في المرمى ولا تدل غير المرمى، الاتفاق فاق اخيرا. من فرانس قلب الدفاع، عرضيه عاليه خطيره، مرت سليم، مرت سليم، محمد الحمد هو الاقرب، نعم محمد الحمد هو اللي راح ينفذ هذا الخطا، ممكن لعب كره عرضيه، خمس دقائق مضافه كوقت بدل ضايع، محمد الحمد مباشره باتجاه المرمى، مره جانبيه، حكم اللقاء يعطي اللقطه الماضيه، ممتاز عبد الله الدوسري، جونيور حسن كادش، يعني يا اتفاق، يعني يا اتفاق، يعني يا اتفاق، الله روعه، ويا لها من روعه، سيمفونيه الاتفاق، الله يا انت الشرقيه باروع الاتفاق، يا سلام يا سامل، يا سلام يا صامل، يا سلام يا سليم، الله يا سامل، العقل السليم عند سامل السليم، والهدف الثاني للاتفاق، روعة يا اتفاق، الله فاق، لا بطل غير الاتفاق، قادمون يا آسيا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، هكذا أرادها الاتفاق. ألف مبروك للاتفاق، هذا الانتصار وهذه تجاوز هذه المرحلة بالتأكيد المهمة، بقي مباراة الإياب بالتأكيد إن شاء الله أنها ستكون سهلة. الآن نتابع ردة الفعل بعد نهاية المباراة، فرحة اللاعبين، الملعب في شرق آسيا في أقاصي أندونيسيا مع الفريق الاتفاقي ومع زميلنا ناصر الهاجري. أول شيء نيابة عني عن زملائي أبارك للجمهور الاتفاقي خاصة والجمهور السعودي عامة بالفوز اليوم. هذا الفريق اللي تعرفونه سوى العجب لعيون جمهوره.
الحمد لله اول شيء احب ابارك زملائي اللعيبه وبارك الجمهور الافتراضي والجمهور السعودي عامه على هذا النتيجه. ان شاء الله ان يعني نقول له انت شوط اول باقي شوط ثاني ونادي زي ما قال سلطان نادي البويز والنادي معروف نجي ل F16 ان شاء الله الذي حط الذي هبط في ملعب يعني شوط اول قدمناه باقي شوط ثاني ان شاء الله تمام وبارك لكم هذول اللاعبين يفرحون اليوم ويفكرون المباراة الجاية يعطيكم العافية والله الحمد لله أول شيء المباراة كانت يعني نحتاج فيها فوز معنوي يعني بالنسبة لنا الحمد لله قدمنا مستوى لكن فزنا هذا أهم شيء إن شاء الله نقدم مستوى ونتيجة في الدمام أنا صراحة أعتب على المدير أني عند المايك زي واحد زي ويقع لأنه أحس أنه مو متفاعل الحمد لله طبعا الحمد لله على الفوز ومباراة كانت صعبة بحكم هذا الملعب يعني المستحيل لأي فريق يلعب فيه نقول الحمد لله على السلامة اللاعبين ومبروك طبعا الحمد لله على نتيجة المباراة يعني انتهى الشوط وباقي شوط ثاني ان شاء الله الحمد لله الله قدرنا عليه اليوم اليوم تعلمي لالا اليوم اليوم تعلمي لالا تعلمي لالا اليوم احبك لو تكون حاضر احبك لو تكون هاجر ومهما الهجر يحرقني ومهما الهجر يحرقني راح امشي معاك للاخر هذا الفريق اللي تعرفونه سوى العجب لعيون جمهوره هذا الفريق اللي تعرفونه سوى العجب لعيون جمهوره انتي من الشرقيه فنونه اخضر على احمر مسفر النوره انتي من الشرقيه فنونه اخضر على احمر مسفر النوره يا للاتفاق الف مبروك للاتفاق مره ثانيه ما اجمل الانتصار يغير كل شيء بالتاكيد اجواء مختلفه للاتفاقيين شكرا لزميلنا ناصر الهادري يعني على هالمجهود معاناه كبيره حقيقه عشان توصلنا الماده من اقصى اندونيسيا الى الرياض لكن الحمد لله انها وصلت وقدرنا نطلع فيها جمال عارف مباشره ماذا نستطيع ان نقول عن الاتفاق اندونيسيا وفي هذه الفتره الزمنيه القصيره أنا أعتقد ترى هذا عمل ليست مجاملة للقناة الرياضية ولكن هذا تأكيد للمرة المليون أن القناة الرياضية مع كل الأندية شكرا لك يا بلد. وهذا شيء عمل حقيقة احترافي احنا في السابق كنا مع المنتخب السعودي في السابق فترات الماضية كان المنتخب السعودي يلعب في سنغافورة وكان لكن كانت معنا حتى الصور ما كانت توصل صور الفوتوغرافيز فما بالك بحق شريط وبعد المباراة بساعتين أو ثلاث ساعات يكون موجود في على عند المشاهدين هذه حقيقة عمل جبار جدا جدا في ظل الاهتمام الكبير القائمين على رأسهم الأمير تركي بن سلطان نعم. بالنسبة للاتفاق الحقيقة الاتفاق ظهر بشكل مختلف تماما عن المباريات الماضية في الدوري المحلي ولكن أنا أحذر الاتفاقيين بعدم التفريط من نجومهم لأنه التفريط بالنجوم الاتفاق هو السبب الرئيسي في تراجع مستوى الفريق في الدوري المحلي أنا أعتقد العيون كلها الآن على يحيى الشهري هذا اللاعب الموهوب القصير المكير الذي يؤكد أنه لاعب من طراز النادر ولكن أحذر الاتفاقيين أن هذا اللاعب ستكون العيون عليه من الأندية صاحبة الأموال الكبيرة ومتأكد تماما إذا لم يحدد الاتفاقيون أمرهم ويتفقوا مع اللاعب فإن اللاعب سيتجه لنادي آخر بالتأكيد لا تفسد وهو مكسب لأي لاعب لا تفسد فرحة الاتفاقين عليهم يا أبو عبد العزيز نعم
لا لا بالعكس انا مبسوط انه الاتفاق. انا بحذر لانه شوف النصائح المجانيه استاذ عادل النصائح المجانيه الايام هذه تنشرها بالفلوس. طيب. انا اقول احذرهم لانه حتى الجمهور معايا جمهور الاتفاق معايا بالعكس يكون انه هو بيحذرنا من لاعبنا لا ياخذوه الانديه. طيب. الثانيه. طيب. وانا اقول الاتفاق قادر على اعاده توهجه وعنفوانه وان شاء الله باذن الله يكون البطل لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. بالتأكيد نتمنى ذلك. أبو فيصل الاتفاق أنا يعني حقيقة أجمل ردة فعل تابعتها من فترة. واضح أنه تعرف الفرح لما يجي بعد فترة تعثر وإخفاق يجي مختلف. طبعا بالتأكيد لأن الاتفاق كان يعيش وضع بالنسبة للصعيد المحلي وضع ما كان جيد حقيقة. وفي نفس الوقت هو الفريق الاندونيسي ريما يعني فريق نوعا ما غامض. فالمهم طبعا خرج الاتفاق المهم في هذه المباراة وهو النقاط الثلاث. نعم. الأهداف حقيقة هدف شهري وهدف سليم جت بشكل فردي وبطريقة مميزة. ولكن أؤكد أنه الاتفاق لديه أكثر مما قدمه اليوم. المستوى اللي قدمه الاتفاق اليوم حقيقة مستوى خصوصا في الشوط الأول لم يرتقي إلى صورة المعروفة عن نادي الاتفاق. نحترم نادي ريما الاندونيسي ولكن مقارنة بتاريخ الاتفاق وأيضا الرياضة السعودية مقارنة بالرياضة في اندونيسيا أنا أعتقد أنه لا مقارنة. فلذلك الجماهير السعودية كانت تنتظر أكثر من كذا من فريق الاتفاق. وكنت أؤكد أنه أهم شيء خصوصا في مباريات الذهاب والإياب هو النتيجة والعودة إلى أرضك لتلعب تستكمل المباراة بمعنويات عالية. اتفق مع إن شاء الله سهلة يا نعم لا ما في شيء اسمه سهلة. أنت إذا تصورها بالشكل ممكن هذا ينعكس بصورة سلبية على لاعب الاتفاق وبالتالي يعتقدون أنهم تأهلوا إلى دور الأربعة في البطولة. طيب. اتفق تماما مع أبو عبد العزيز بأنه لابد الاتفاقيين يشعروا اللاعبين بأن المرحلة المقبلة أهم بكثير. يعني على فكرة ترى أخطر نتيجة في مباريات كرة القدم هي 2-0 لأنه ممكن الفريق المقابل يسجل هدف على أرضك هذا يسبب لك ضغط نفسي خطير وبالتالي من الممكن أن يأتي بالهدف الثاني وتتعادل الكفة. طيب. نثق بلاعبي الاتفاق كثيرا وندرك أن لديهم المزيد من العطاء فلذلك نقول الحذر ثم الحذر في مباراة الإياب في الدمام. طيب مرة ثانية نقول ألف مبروك للاتفاق إن شاء الله يعني نكون قدمنا لهم يعني اللي يستحقونه وبانتظار الإياب بس هم يتأهلون وإن شاء الله نحتفل فيهم أيضا على طريقتنا. نروح